كيف قطع المشكل ديالنا حنا كنجيو نوقفوا على المسائل ديال المعدنيات ديالنا، دائما كنجيو مع كيديروا حتى حل، ديما واقفين هنايا، ديما كنجيو يلا كيعطيو الحق للسماسره اللوبيات والمستغلين، وحنا مالين المعدنيات مهمشين، ما عاقلينش علينا، ما عارفيناش، حنا باغيين نرجعوا الكريمات ديالنا، الكريمات ديالنا غنرجعوهم ضروري نرجعوهم. حنا كارينهم والناس السماسره داوهم. ما يقول لك جري طوارك انت وهذا اللي عطاها لك وانا راه عاطيها لسيدنا الله ينصرو هذه الكريمه عاطيها لسيدنا في الالعاب وكيقول لك بنادم جري طوارك انت وهذا اللي عطاها لك وكيفاش غنديروا مع هاد الناس ما واكلين ما شاربين ما دايرين حتى حاجه مع هما عايشين وحنا كيعطيونا جوج دريالات شنو هذا المشكل ديالهم شنو يرجعوا لنا الكريم ديالنا ومشيو هما كانوا غير الشيافر جاو كيطلبوا منا باش باش يخدموا معنا ولاو كيستغلوها وكيقول لك واش ريت وارك انت وهذا اللي عطاك كيفاش نجريو طوالنا واش حنا الكريمه ديالنا معاقين باش غنعيشوا باش حالي انا بحال هذه الحاله باش غنعيش باش وعندي وليداتي وديما مريض باش غنعيش انا تقول لنا اليوم يعني احنا خويا ما خلينا معاهم ما درنا جيناهم باللين جيناهم بالشده وقفنا السيركيلاسيون ما خلينا ما درنا وهاد الناس ما بغاوش هاد الناس ما بغاوش يديروا معنا حل وين عا حل راه ما تنطلبوش شي حاجه مستحيله كنطلبوا الحل الانصاف الانصاف عباد الله الانصاف لهاد الفئه المستضعفه من الشعب المغربي واش حنا عندنا رجلين هي يديها ليا هو نقدر نمشي نخدم خدمه اخرى راه هي المورد الوحيد ديالي انا من يديها هو اش بقى لي انا من يديها لهذا ويديها لهذه ويديها هنا حنا هما الفئه المستضعف تيقول لك لا حق المعاق راه كيديك هذيك هما وصلوا علينا هذيك اخبار مزيفه تيقول لك المعاق راه تيدي الحلاوه اجي سيدي جيب لي الشيفور اللي عطاني لنا الحلاوه ونتواجه هنا وياه هما دابا موصلين عليهم الفوق تيقولوا لهم لا هذوك الفئه راه تيكذبوا عليكم تيقولوا لكم راه حنا مستضعف حنا راه الله اللي مطالع بينا هادشي اللي هي رسالتي هذا يعجز اللسان عن الكلام راه ما عرفتش انا والله ما عرفت موافق السلام عليكم وعليكم السلام لاله هادشي اللي كنطالبوا به كنطالبوا بالاخوان كلهم اللي من صحافه من صحافه مرئيه مسموعه مكتوبه كلهم يوقفوا معنا راه انتم لسان حالنا انتم الناطقين باسمنا انتم كتنقلوا الصوره الحيه لهاد الفئه المستضعفه هذه راه جزء من الناس اللي حضروا مرة العدد راه لا يعد ولا يحصى من الاخوان.